عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد. أشرف المغرب، في هذا الفيديو إن شاء الله نشوف فولتاج دوبل سيركوي، يعني هذا لو بون دو ديود، فيه هنا ناقص فيه هنا زائد وفيه هنا الألترناتيف، يعني جوج ألترناتيف. هنا كوندنساتور 2200 ميكرو فاراد 25 فولت، 2200 ميكرو فاراد 25 فولت، يعني كاباسيتور. هنا ترانسفورماتور المحول، يعني هنا المحول كيدخل اونتري 220 فولت، سورتي 12 فولت، يعني كيدخل 220 فولت يخرج 12 فولت 12 فولت. ترانسفورماتور هنا هادو ديال الملتيمتر، الموان و البليس. الموان ديال الملتيمتر غيجي لهنايا ديال الميتريكس ديال وحدة القياس، الترانسفورماتور 12 فولت، ومن هنا غيمشي لهاد السي، يعني كورون اونتري الرجل ديال هاد بوندو ديود. الموان ديال هاد اللي فيه ناقص ديال الديود غيجي مع النيجاتيف ديال كاباسيتور مكثف 2200 ميكرو فارد 25 فولت، والبليس ديالها غيجي مع هاد الانترناتيف اللي هنا اسي، مع النيجاتيف ديال هاد كاباسيتور 2200 ميكرو فارد 25 فولت. ومن هنايا غيجي، ومن هنا هانت غيجي وغيمشي البليس ديال الترانسفورماتور، من هنايا غيرجل البليس ديال الملتيمتر، والبليس ديال هاد البوندو ديود غيجي مع البليس ديال هاد المكثف 25 فولت 2200 ميكرو فاراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام.